سلام لكل متتبعين اللي كيتابعوا القناة ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا لا فيديو ديالي. الا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ما تنساوش تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنزلو، وما تبخلوش عليا باللي لايك والتعليق ديالكم. اليوم جبت لكم فيديو جديد. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة ديال غداء ولا عشاء اللي كتكون سريعة، مكونات اقتصادية، متوفرة في اي بيت، والاهم انها سهله في التحضير. غنبدا معكم مباشره في المكونات وطريقه التحضير. عندي هنا تقريبا واحد 5 ديال البطاطا تيكونوا صغار، الا كانوا عندكم كبار كتستعملوا غير 3 اللي غادي نحكهم في هاد الحكاكه الغليظه. من بعد ما كنحكوا البطاطا هكا كاكا الغليظه، غادي نضيفوا عليها الماء، وغادي نخلوها تقريبا واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق باش تطلق داك النشا ديالها. عاد باش نصفيوها ونعصروها جيدا من الماء. في مقلاة وضعت فيها زيت الزيتون، بصله اللي مقطعه هكا شرائح، الفلفله الصفراء والفلفله الحمراء، يمكن لكم تضيفوا حتى الفلفله الخضراء اللي متوفر عندكم. غادي نضيف شويه ديال الفلفل الاسود، غنضيف القليل من الملح، وغادي نحاول نشحر الكل جيدا حتى يهبى تتهبى ليا هاد الفلفله مع البصله. من بعد ما كيتنضج لينا البصله اللي درنا مع الفلفله الحمراء والصفراء، غادي نضيفوا القليل من الزيتون الاسود، كيبقى اختياري بطبيعة الحال، وغادي نضيفوا واحد العلبه ديال الطون. صافي غادي نطفيو حيتاش الطون ما كيحتاجش انه يطيب. صافي غادي نطفي النار، وغادي نحاول غير نحرك هذه المكونات باش يندمجوا، وصافي تكون عندنا الحشوه واجده. من بعد ما كنعصروا هذيك البطاطا مزيان من داك الماء وكنصفيوها، هنا غادي نجيب جوج بيضات يكونوا بحجم كبير، الا كانوا حجم صغير ديروا 3 ديال البيضات. طبيعة الحال المكونات راه غنخليهم لكم في صندوق الوصف كيف العاده. غادي نضيف ملعقه مملوءه ديال الدقيق، غادي نضيف هنا عندي واحد البصله صغيره مشلضه رقيقه ومقطعه ولا مقطعه مربعات رقيقه. عندي هنا السبانخ ولا لي زيبينار، يمكن لكم تعوضوهم بقزبر ومعدنوس الا متوفرينش عندكم. وهنا واحد الفص كبير ديال الثوم، يمكن لكم تعوضوه بالثوم بودره. هنا عندي البابريكا ولا التحميره، واحد الملعقه صغيره. غادي نضيف الفلفل الاسود ولا البزار، غادي نضيف الملحة، وهنا عندي تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الحليب، يمكن لكم تعوضوهم بالياغور الطبيعي بدون سكر. وغادي نحاول انني نمزج الكل جيدا. هنا مقلاة اللي غادي نقلص ليها في اقل درجه عندكم تكون ما كتلصقش، غادي نضيف ليها شويه ديال الزيت، وغادي نخليها حتى تسخن جيدا. غير كتسخن جيدا وكنجيبو هذا الخليط ديال البطاطا، you
من بعد ما كنبسطوه بشكل متساوي غادي نغرقوا عليه ونخليوه على نار هادئه جدا حتى ينضج لينا ويتحمر الاسفل ديال هاد الفطيره، عاد باش نقلبوها على الجهه الاخرى. بالنسبه للصلصه هنا عندي واحد جوج معالق صغار ديال مركز الطماطم، عندي واحد ملعقه صغيره ديال الكيتشوب، قليل من زيت الزيتون، الملح والفلفل الاسود والقليل من الزعتر اللي تنسيم. صافي غادي نخلط. هذه هي الصلصه اللي غادي نستعملها، نخففها بالقليل من الماء. مهم راه المكونات غنخليهم لكم في صندوق الوصف. ها هي خففتها بالقليل من الماء باش كنحصل على صلصه تكون القوام ديالها هو هذا، حتى نقلبها للجهه الاخرى عاد باش غنستعملوا هاد الصلصه. غير كيبان لينا دوك الجناب تحمروا وكنهزوا هكا بشي سباتول تحت ديالها كيبان لينا بانه تحمر، كنقلبوها على الجهه الاخرى. منين كنقلبوها الا خفتوها انها تكسر لكم ولا شي حاجه، كيمكن لكم ديروا فوق منها شي تبصيل ولا شي اناء بحال هكا وتقلبوها به، عاد تعاودوا تردوها للمقلاه. وبطبيعه الحال غادي نديرو فوق منها لاصوص ولا الصلصه اللي شاركت معكم. كنديروها غير على النصف ديال الفطيره، كنحطوا الحشوه اللي حضرنا ديال الفلافل الحمراء والصفراء مع البصله والطون والزيتون. المهم قلت لكم الحشوه كتبقى اختياري، انا عطيتكم غير اقتراح. ومن بعد كنديروا شويه ديال الفرماج ولا الجبن، انا درت الجبن ديال الموتزاريلا، كيمكن لكم ديروا الجبن ديال الساندويتش ادام، اي نوع ديال الجبن متوفر عندكم. وكتردوا عليها الجهه الاخرى اللي ما درناش فيها الحشوه، وكنضيفوا واحد شويه ديال الزيت في المقلاه باش هكا كتحمر لينا وكتاخذ داك اللون الذهبي. غير كتحمر لينا على الجهه الاولى وكنعاودوا نقلبوها باش تاخذ اللون الذهبي على الجهه الاخرى. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديال البطاطا اللي شاركت معكم بالنكهه ديال البيتزا. كتجي رائعه ولذيذه بزاف، غير جربوها صدقوني انها غتجيكم لذيذه. تبعوا غير المراحل ان شاء الله غتنجح معكم. تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.